بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر. بالسكاكين نقطع الخبز، وبالملاعق نأكل الطبيخ، وبالفناجين نشرب الشاي. بالسكاكين جار مجرور متعلق بنقطع. نقطع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، الخبز مفعول به، الواو حرف عطف. بالملاعق جار مجرور متعلق بالفعل نأكل. نأكل فعل وفاعل الطبيخ مفعول به، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف. بالفناجين جار مجرور متعلق بنشرب. نشرب فعل مضارع وفاعل الشاي مفعول به، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. تعال يا فريد نشرب الشاي. تعال فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، يا حرف نداء، فريد منادى. نشرب فعل مضارع مجزوم وعلامات جزمه السكون لأنه جواب الشرط، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وحرف الشرط وفعل الشرط محذوف. التقدير تعال يا فريد إن تأتي نشرب الشاي. إن حرف شرط تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تأتي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل الشرط. اعلم أن حرف الشرط وفعل الشرط في هذه الجملة محذوف. تقدير الجملة تعال يا فريد إن تأتي نشرب الشاي. مشيت كثيرا. مشيت فعل ماض والتاء فاعل، كثيرا نائب مفعول مطبق. التقدير مشيت مشيا كثيرا. أين وضعت كتابي يا فريد؟ وضعت هنا في الخزانة. أين اسم استفهام ظرف مكان بالفعل وضعت. وضعت فعل ماض والتاء فاعل، كتابي مفعول به بالفعل وضعت. كتابي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، يا حرف نداء، فريد منادى. وضعت فعل ماض والتاء فاعل، هنا ظرف مكان بالفعل وضعت. في الخزانة جار مجرور متعلق بالفعل وضعت. التلميذ يضع كتابه في مقعد التلميذ. التلميذ مبتدا يضع فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. كتاب مفعول به وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. في مقعد جار مجرور متعلق بالفعل يضع. مقعد مضاف، التلميذ مضاف إليه. ضع الكتب في الصندوق. ضع فعل أمر والواو ضمير متصل فاعل، الكتب مفعول به منصوب. في الصندوق جار مجرور متعلق بالفعل ضع. هؤلاء التلامذة يتعلمون في بلدة سمرقند. هؤلاء اسم إشارة مبتدا وهو منعوت. التلامذة نعت لهؤلاء. يتعلمون فعل مضارع خبر والواو ضمير متصل فاعل وهو عائد على المبتدا، أي هؤلاء. في بلدة جار ومجرور متعلق بالفعل يتعلمون. بلدة مضاف، سمرقند مضاف إليه، مجرور وعلامات جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نحن نتعلم في المدرسة مير عرب في مدينة بخارى. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا. نتعلم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، وهو عائد على المبتدا. في المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل نتعلم. مر عربة بدل من المدرسة مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. في مدينة جار ومجرور متعلق بالفعل نتعلم. مدينة مضاف، بخارى مضاف إليه. أنتم تتعلمون في مدينة أندجان. أنتم ضمير منفصل مبتدا. تتعلمون فعل مضارع خبر
والواو ضمير متصل فاعل وهو أعد على المقتضى في مدينة جار ومجرور متعلق بالفعل تتعلمون مدينة مضاف أندجان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون أنا أتعلم في مدينة نمنغانة أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا أتعلم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو أعد على المبتدا في مدينة جار ومجرور متعلق بالفعل أتعلم مدينة مضاف نمنغانة مضاف إليه جاء التلميذ إلى المدرسة جاء فعل ماضي التلميذ فاعل إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل جاء هم يحبون آباءهم هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدا يحبون فعل مضارع خبر والواو فاعل وهو أعد على المبتدا آباءهم مفعول به وهو مضاف هم ضمير متصل مضاف إليه جاء المعلم إلى المدرسة جاء فعل ماضي المعلم فاعل إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل جاء تعال يا عبد الكريم نلعب في دارنا بالكرة تعال فعل وفاعل يا حرف نداء عبد منادى منصوب لأنه مضاف الكريم مضاف إليه نلعب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط وحرف الشرط وفعل الشرط محذوف التقدير تعال يا عبد الكريم إن تأتي نلعب في دارنا بالكرة إن حرف الشرط تأتي فعل الشرط نلعب جواب الشرط في دارنا جار ومجرور متعلق بالفعل نلعب دار مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه بالكرة جار ومجرور متعلق بالفعل نلعب لما جئت هنا يا محمود لما جار ومجرور متعلق بالفعل جئت جئت فعل ماض والتاء فاعل هنا ظرف مكان بالفعل جئت يا حرف نداء محمود منادى ضع الكتاب في الخزانة ضع فعل وفاعل الكتاب مفعول به في الخزانة جار ومجرور متعلق بالفعل ضع هل قرأت درسك؟ نعم قرأت وأنا أيضا قرأت هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب قرأت فعل ماض والتاء فاعل درسك مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه نعم حرف جواب لا محل له من الإعراب قرأت فعل ماض والتاء فاعل الواو حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أنا ضمير منفصل مبتدا أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف قرأت فعل ماض والتاء فاعل بريت القلم بريت فعل ماض والتاء فاعل القلم مفعول به نبر القلم بالمبرات نبر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الصقل أصله نبري القلم مفعول به بالمبرات جار ومجرور متعلق بالفعل نبري إبري القلم بالمبرات إبري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت القلم مفعول به بالمبرات جار ومجرور متعلق بالفعل إبري بالفنجان يشربون الشاي بالفنجان جار ومجرور متعلق بالفعل يشربون يشربون فعل مضارع والواو فاعل الشاي مفعول به امشي أيها الولد امشي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أي منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف والهاو حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب الولد بدل أو نعت من أي
على اللفظ مرفوع بالضمة الظاهرة وحرف النداء محذوف. التقدير امشي يا أيها الولد، أو يجوز أن تعرب إعرابا آخر، أي مضاف والهاء مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه منعوت، الولد نعت، والمنعوت والنعت منادى بحرف النداء المحذوف. التقدير امشي يا أيها الولد، ابري قلمك، ابري فعل وفاعل، قلمك مفعول به وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. جاء أخي، جاء فعل ماضي، أخي فاعل وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. الحصان يمشي أمام البيت، الحصان مبتدا يمشي فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو أعد على المبتدا أمام ظرف مكان وهو مضاف، البيت مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بالفعل يمشي. والله أعلم بالصواب.